La figura de Mohamed Ben Abdelkrim el Hattabi es una figura históricamente muy importante en el contexto de la historia española contemporánea. في الأدبيات الرسمية لن تلقى ذكرا مجيدا كالذي يستحقه محمد بن عبد الكريم الخطابي. الفرنسيين درسوا حركة عبد الكريم، حركة تحرير الريف بكل صغيرة وكبيرة. أجانب بيظهروا الشخصيات العربية النضال في كل مكان بيدافعوا عنه، إحنا لا. هذا ما قصدته عندما كتبت التاريخ المحاصر أو المحاصر، كل واحد يقرأ كيفما أراد، فهو محاصر من قبل أولئك الذين كانوا يخافون منه، ومحاصر لأنه حاصرهم إلى درجة أنهم كانوا يخشون منه وهو ميت. حتى بعد موته كانوا يخافوا منه، لأنه كان كيطالب بالديمقراطية ويطالب بالحقوق الإنسان وبكل شيء، وطبعا في ناس ما كانوش بغوا هذا الشيء. إن كل رئيس دولة يمحي التاريخ وما يجيبش سيرة اللي فات ما عدا شخصيته هو بس، ده مش مقبول. يعني عبد الكريم الخطابي ده ما تاخدوش كده على انه عبد الكريم الخطابي او راجل ناضر او راجل كافح، ده اسطوره. السلطان الذي كان يحكم المغرب قبل الحماية يعني اتفق مع الفرنسيين ومع القوى العظمى آنذاك على توقيع معاهدة الحماية. شهدت أسرة الخطابي أن هذا المغرب الرسمي يستسلم. عبد الكريم الأب كان معينا من طرف مولاي الحسن من منتصف القرن التاسع عشر ككبير قضاة وقائد محلي كبير. عبد الكريم الأب رأى أن يهيئ أبناءه للقيادة، فبعث محمد إلى القرويين. ثم ذهب إلى القرويين واكتشف أن العلم الذي يقدم في القرويين قد يصلح لعصور الانحطاط ولا يمكن أن يصلح لمغرب يريد أن يتحرك للأمام. ذهب محمد ليدرس في الأكاديمية الموجودة في مليليا، أكاديمية اللغة العربية وتاليفيت. وعندما التحق بمدينة مليليا وأصبح هناك أولا معلما ثم صحافيا، وأيضا كان يساهم في جريدة التلغرام ذا الريف. Abd el-Krim, sobre todo en la primera fase, entre 1906-1907 y 1914, él está a favor de la presencia española en Marruecos, pero siempre en una penetración pacífica, pacífica y pedagógica, es decir, algo que pueda aportar al pueblo a elevar su nivel de vida. Él también se puede decir que en principio estaba con la penetración militar. عائلة الخطابية كانت تعتقد بأن الإسبان قد ينفعون الريف، قد يساعدون الريف في النهوض بأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية. ثم تطور به الحال أن أصبح يترجم للمخابرات الإسبانية، وكانت لديه صداقات كبيرة مع كثير من العسكريين ومن السياسيين الإسبان.
وصل إلى درجة عشق الحضارة الغربية دون أن تمس كرامة الإنسان من خلال الاستعمار. Yo pienso que Adelcrin tenía la esperanza de que España, un país más poderoso, pudiera de alguna forma civilizar, entre comillas, el norte de Marruecos, introducir carreteras, edificios sanitarios, escuelas, puertos, que tuviera una posibilidad de elevar el nivel de vida. أثر فيه أكثر هو الحرب العالمية الأولى التي رأى فيها المناورات. Y a partir de ese punto una serie de visiones encontradas y diferentes a propósito de la política exterior, a propósito también de política interna de la región. توهم من قبل الإسبان بأنه يتعامل مع الألمان. اكتشف الأسبان أن له ميولا للتصرف بمفرده بحساباته الخاصة. فضلوا يعني أسره وسجنه سنة 1915. أطلق سراحه وبعد ذلك أخذ يحضر نفسه لمرحلة قادمة لا بد منها. عبد الكريم أدرك أن الاستعمار لا يريد الخير، أن إسبانيا لا تريد الخير لهذا البلد. كان يعرف أيضا ماذا يدور عند الإسبان لأنه عاش معهم، وكان يعرف أيضا طموحاتهم الاستعمارية من أجل أن يعوضوا ما خسروه في كوبا وفي مانيلا في الفلبين. وكان هناك عمل سابق قد أسس له والده، وكان هناك عمل سابق قبل والده أسس له محمد الشريف رمزيان.